لما خسر ولا خبرته وتجربته رغم بشارك اخواننا الافارقه، لاننا نؤمن بان المال لا يهون وان المعرفه باقيه لا تزول وهي التي تنفع الشعوب. وهم يعرفون ذلك، يطلبون من المغرب التعاون معهم ودعم شؤونهم في العديد من المجالات والرسالات. كما يدركون حسنا على بناء شراكات مثمره معهم تقوم على استثمارات وبرامج تنمويه مضبوطه للانقطاعين العام والخاص في الدول المهمه. اما الذين يعرفون الحقيقه ويروجون المغالطات بان المغرب نصف اموال باهظه على افريقيا بدل صرفها على المغاربه فهم لا يريدون انفاس البلاد. فتوجه المغرب الى افريقيا صاحب الجلالة كان واضح في التوجهات ديالو، لأن كان في الحقيقة التوجهات كانت إفريقية سياسية إفريقية، وبعض الدول اللي تراجعت عن القرار ديالها عن اعتراف يعني اعتراف بالصحراء اللي كان يعني مزعم. الحمد لله قلع شي آراء اللي كانت الحقيقة ضاربة وخا كانت داخلية اللي كتقول على أن أموال صرفت على إفريقيا من المغرب، إلا أن المواطن المغربي وضح سيدنا على أن المواطن المغربي يعني ما تبقاش يعني المساعي ديالو موجودة، وإن شاء الله يكون خير. الله يشفع الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخطاب الملكي السامي، نستنتج منه فكرة عامة أنه توجه للعلاقة علاقة المغرب مع إفريقيا بصفة عامة والرجوع إلى الانتماء الاتحاد الإفريقي، وهذه نظرة يعني ربما كسر ذلك المفهوم الذي كان يشاع بأن المغرب ينفق أموالا طائلة على الأفارقة وعلى ويحرم ربما مواطنيه وشعبه، وهذا كان كذب هذا بصراحة. وبالعكس فنحن يعني المغرب ربح مكانته يعني بين إفريقيا، ومكن إفريقيا أمكن مكانته في العالم العربي بصفة عامة، ثم في الدول في الأمم المتحدة، لأنه ربح هناك مجموعة من الدول التي كانت يعني ضد هذا المفهوم الذي كان يتمناه المغرب. وربما هذا صورة واضحة للأعداء، ربما لا أقول يعني كثير من الدول التي كانت تريد أن تنظر إلى المغرب نظرة السوء ونظرة احتقار، لأننا ربحنا المعركة وسنتمنى ونتمنى أن نربحها في مقارب إن شاء الله بالنسبة للصحراء المغربية، وستبقى دائما الصحراء المغربية أحب من أحب وكره من كره. والتوفيق. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك.